السائل، البعض من الناس يقولون أن المنهج السلفي الموجود الآن هو منهج محدث أحدثه بعض الناس لقصد تجريح الناس وإخراجهم من السنة، فهل هذا صحيح؟ هذا تناقض. كيف يكون منهج سلفي ويكون محدث؟ سلفي سلفي، منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا منهج السلف وليس محدثا. المحدث الذي جاء بعده، أما منهج السلف فهو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: وشتت فرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على ما كان عليه الرسول والصحابة هذا منهج السلف وليس محدثا. المحدث هل كلام الباطل؟ هذا هو المحدث.